هذا هو الشكل ديال النهائي نتاع خرينغو ديالي، هو كيف كتشوفوا انا ما نطيبوش مليح باش اللي شاط على ولادي نديرو في الكونجيلاتور. السلام عليكم ثلاثة البركات والاخوات، مرحبا بكم عندي في المطبخ ديالي ام صفا اي مروه. غادي نوجد لكم واحد خرينغو سهل وبسيط للكوتي نتاع ولادكم. على بركه الله، بسم الله. نحتاج هنايا كسرانه تاع الماء، ضراب، معلقه ما عمرهاش مزيان بالملح، معلقه عامره بالسكر، جوج ديال خمارات ديال الخبز، هما زوج فيها 5 غرام و 5 يعني 10 غرامات تاع ماك الخبز. هنا عندي غرفيه عامره صغيره ديال الفرينه، هنا عندي غرفيه عامره وكبيره ديال السميد الرقيق، وهنا عندي باش نكون عصير. على بركه الله، بسم الله، نخوي بسم الله. الماء عندي دافي، كسرونه نتاع الماء، نزيد عليها بسم الله الملح، نزيد عليها السكر، اسمحوا لي غادي نقلب البورطة، فوالا، نزيد الشاسيه الاولى، الشاسيه الزاوية، بسم الله، نخلطها كلشي. نجيب هذيك من بعد غادي نخوي السميد هو اللون، بسم الله على بركة الله. غادي نزيد الفرينة ديالي، هيا يعطيتكم واحد العبار بسيط اللي يكون في كل دار. بغيت نحاول ما امكن ندير دركي نوجد الوتي لولادي، ونستغل الفرصه بنتي ناسا باش نصور لكم في خاطري، حقاش الا جاو دخلوا ولادي عاد صوروا معايا ما يوجدش فيه الساع وما هنا شوفوا، خاصكم تزيدوا واحد الكاس ديال الماء، حقاش الكاسه ما زادنيش هذا العبار، هو نزيد قدامكم كل شيء، ما نزيد حتى حاجه، هو كاس ما خرزتو، حقا جاتني العجينه شويه ثقيله، وهي عجينه خرينغو ما خاصهاش تجي ثقيله. انا بغيت نوريكم هاد الطريقه ديال الوالده، الله يكون هاد الخير تاع الضراب واللي كيكون في كل دار. فوالا محتاج شي مجهود كتير كبير، وما تنساوش بالجناب ديرو هكا،
شوفوا مام متولد ما حتى شي حاجه عليكم. شوفوا بعينكم العجينه ديال الخرينكو ديالنا. حنا نقولوا خرينكو كاين اللي يقولها البغرير، هو راه في نفس يعني اسميه متخالفه. شوفوا معايا هنايا ما كاين لا تولدات لا والو، هاك هادو راه بوق نتاعو لحقاش فيه ساق وما سيخمر. درت الماء شويه دافي هاي خليه يرتاح معايا واحد 10 دقائق وغادي كوماسي نسيي في المقله، يعني تكوماسي تسيو بشويه وتشوفوا لحقاش لا خليته يخمر بزاف ما يطلعش معكم مزيان. هاي خليه يرتاح شويه. مباشرة بعد ما نحيد هذه شوفوا معايا هنايا الماء فاش كنبردها كنبردها مباشرة كنكثر من الماء كندير بسم الله على بركة الله ندير سقايه ونص بهذه الطريقه. سواء بغيتو ديروا لها هاك سواء بغيتو غير بالمقله ديروا لها هكا. شوفوا ديروها بالشكل اللي بغيتوا كما شفتوا معايا هكا بهذه الطريقه هذه. وبالصحه والراحه. هذا هو الشكل ديال النهائي نتاع خرينكو ديالي، ها هو كيف كتشوفوا. انا ما نطيبوش مليح باش اللي شاط على ولادي نديرو في الكونجيلاتور. شوفوا هكا باش نديرو في الكونجيلاتور. هذه طيبتها مزيان لحقاش غادي ياكلوها دركا اللي بغى ياكلو بنيتيلا ولا بالعسل ولا باش ما بغى. انا الحقيقه ما كنديروش ما عنديش العسل، غادي ولادي ياكلو غير بنيتيلا والكوفيتيرا بالصحه والراحه.